احيانا يعني بعض الناس يقول التجويد واحكام التجويد ليست واجبة وهي من المستحبات يعني وامر حسن وطيب، لكن لا نقول انه واجب وانه يأثم من يقرأ من غير تجويد. نقول هذا الكلام ليس على الصحة بمكان، ولا نقول أيضا إن كل أحكام التجويد وما فيه من الأحكام وما فيه من التفاصيل كل هذا من الواجبات التي يحرم مخالفتها. لا، هناك من الأحكام ما هو مستحب ومن الأحكام ما هو واجب. ما هو الواجب من الأحكام؟ الواجب منها ما يترتب على فساده فساد الحرف. مثلا هل يقول قائل إن التفخيم والترقيق من الواجبات؟ نقول التفخيم والترقيق قد يكون من الواجبات وقد لا يكون من الواجبات حسب. فالتفخيم لما أقرأ أنا فأقول مثلا بدلا من أن أقول قال أجعلها قال، هل تغيرت الكلمة؟ لم تتغير. ضعف التفخيم، نعم ضعف التفخيم، لكن هل هذه الكلمة خرجت من معنى إلى معنى آخر؟ لا، لم تتغير. هذا التفخيم نقول هو من المستحبات، لكن تفخيم عسى يجعلها صادا فتصير عصا، هذا يغير المعنى ويجعل السين حرفا آخر هو حرف الصاد، هذا غير صحيح. هذا من التجويد الذي نقول إنه واجب وينبغي أن يأتي به كل مسلم، فتنبهوا بارك الله فيكم لهذا. عسى ربه، السين هنا مرققة لابد أن يعتنى بترقيقها وبيان انفتاحها واستفالها حتى لا تلتبس بكلمة عصا. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.